رجعنا ليكو تاني من بعد الفاصل، ومعانا الدكتور اللي منورنا، الدكتور محمد الفايد، ماجستير تغذية الإنسان جامعة الزقازيق وخبير الأعشاب والنباتات الطبية. أهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. معانا حلقة هامة جدا النهاردة، الله يعني الله يجازيك خير الدكتور، معاه اكتشافات ومفاجآت. استنونا اتفرجوا على بقية الحلقة عشان معاه مفاجآت هتبهركم بجد. معانا علاج كتير من الأمراض بالأعشاب والنباتات الطبية، وازاي نقي نفسنا من فيروس كورونا كوفيد 19، وكمان ازاي نتعامل لو في حد مصاب بالفيروس ده وقعدنا جنبه او كده، ازاي ما نتعداش منه او ما يصيبناش العدوى دي. فاهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. بحضرتك. حابه اقول في الاول ان في يوجد حوالي 750 الف نبات، القليل منه بس اللي جرى عليه الابحاث والدراسات وكده. في هل يعني هل كل النباتات دي تسبب مثلا خطوره او هي كلها صحيه؟ كمان النباتات دي يا دكتور، معروف ان السموم من الماضي لحد دلوقتي عباره عن نباتات واعشاب، فهل يا دكتور النباتات دي فعلا يعني الطب البديل ايه هو؟ ممكن تشرح لنا تدينا نبذه كده عن ايه هو طيب الطب البديل او ايه هو طب الاعشاب، وازاي بيخلص الجسم من السموم وبيقي من الامراض، خصوصا ان كمان دلوقتي ان الطب التقليدي ان العقاقير دلوقتي مجرد يعني تعتبر مسكن مش بتشفي من المرض تماما، فهل الطب البديل بيشفي من المرض او كده؟ اولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. انا برحب بيكي، برحب بالاستاذ اسلام، اهلا بيكي، برحب بالساده المشاهدين اللي بيتابعونا من كل مكان النهارده، برحب بالقناه واداره القناه الجميله. طبعا الطب التكميلي او الطب البديل، ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه خلقها في الدنيا عشان كل الكائنات الحيه تتغذى عليها هو النباتات الطبيه. النباتات الطبيه هي ممكن تكون مصدر رئيسي واساسي لشفاء من كل الامراض اللي موجوده في الدنيا، وفي نفس الوقت ممكن تكون مصدر وتكون مصدر رئيسي ان يكون سبب لوجود كل الامراض اللي موجوده في الدنيا. فلذلك احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن النباتات الطبيه لازم نهتم بيها من الارض للمستهلك، زي بالظبط لما نيجي نتكلم عن المنتجات الحيوانيه من المزرعه للمستهلك. كل منتج لازم نهتم من اصله لغايه المستهلك. المنتج لما اهتم بيه من ارضه، ازاي ان النبات دوت انا بديله ميه، ازاي بديله سمادات، اسمده عامله ازاي، المبيدات اخبارها ايه، كل الحاجات دي بتحافظ معانا على سلامه الغذاء. في اكتر من 200 مرض موجودين بسبب تلوث الغذاء، 200 مرض بيبتدوا من الاسهال لغايه السرطان. كل المواد المسرطنه اللي موجوده عندنا في الغذاء او في النباتات الطبيه هي سبب وجود لكل الامراض اللي موجوده. الامراض اللي موجوده عندنا والامراض الشائعه غالبا موجوده في كل البيوت المصريه. تعالي نشوف كل البيوت المصرية مش هنلاقي فيها حد خالي من الأمراض. السبب الرئيسي في الموضوع إن احنا عندنا تلوث رئيسي في الغذاء بشكل عام، فلازم إن احنا رقم واحد نتخلص من التلوث دوت، ونهتم بالغذاء بتاعنا، ونهتم بتنقية النباتات، وإزاي إن أنا أعرف إن النبات ده سليم أو مش سليم. ولما أجي أخلي المصدر بتاعي كمصدر علاجي إن أنا عاوز آخد العلاج بتاعي بالنباتات الطبية، بعد ما أثبت العلم الحديث إن النباتات الطبية هو أصل العلاج مع تطوير العقاقير والمنتجات الطبية، هنا لازم إن أنا أتعامل مع متخصص نباتات طبية على الأقل يكون عارف النباتات مصدرها إيه، وإيه العوامل الجوية اللي عاشت فيها النباتات ديت، وإيه البيئة الملائمة اللي ممكن تعيش فيها النباتات ديت، وفي نفس الوقت إيه المستخلصات اللي أنا ممكن أستخلصها من النباتات دي، خصوصا إن أنا بستخلص من النباتات الطبية زيوت عطرية، وبستخلص منها أصنصات، وبستخلص منها أطعمة. كل الحاجات الطبية والعطرية اللي أنا بستخلصها من النباتات الطبية لازم تكون آمنة، ولازم يكون من مصدر سليم. وعندنا المصادر، عندنا كليات الزراعة، عندنا مراكز البحوث، عندنا أماكن معتمدة كتير جدا إحنا بنشتغل فيها كتنقية النباتات أو النباتات الآمنة الاستخدام المباشر، خصوصا إن أنا النهاردة مثلا في شائعة زي شائعة كورونا، أنا النهاردة إزاي إن أنا أحمي نفسي بداية من المرض بالنباتات الطبية، وإزاي إن أنا أقوي جهاز المناعة منها. هبتدي بتقوية جهاز المناعة بالنباتات الطبية والعطرية، بداية من الثوم، البصل، الكركم، الزنجبيل، الخلنجان، كل النباتات دي نباتات آمنة وصيدلية ربنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا إن إحنا تكون هي من أقوى حاجة ممكن تقوي جهاز المناعة وتنشط الدورة الدموية في الجسم وتقوي الأعصاب وتقوي عضلة القلب، وفي نفس الوقت
ممكن برضك استخدم الزيوت الطبيه المستخلصه من النباتات الطبيه والعطريه لاستخدامات الاستنشاق، لغسول المكان، لتبخير المكان، للتدليك المساج. المساج ده بالزيوت الطبيه والعطريه. فجائحه زي جائحه كورونا انا بوصل لتيار الدم، وده اتعمل عليه ابحاث. كل الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده طبعا شفت في رساله الماجستير بتاعت حضرتك قبل الحلقه، موجود ضمن رساله الماجستير اللي هي كيفيه الوقايه من بالزبط. مرض كورونا بالزبط. فالموضوع ده النهارده بيشغل العالم كله، وما في من ده الا له دواء حقيقي. احنا نؤمن بذلك، لكن ازاي نكتشفه؟ وهي دي المشكله. بس خلينا قبل ما ندخل في تقول حضرتك المعلومات الهامه عن فيروس كورونا، نبدا. انا عايزه وصفه كده الاول لكل يعني لكل الشباب طيب. وكل الناس اللي بيتفرجوا علينا عن البشره وازاي نحل مشاكل البشره. يعني حضرتك دايما بتبهرنا بوصفاتك بصراحه، فحابه يعني طيب يعني لو تقول لنا او طيب. احنا نستاذن حضرتك الاول قبل ما تبدا بالوصفه، عشان معانا مداخله هامه جدا من الاعلاميه الفنانه الدكتوره دينا عبد الله. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، نورتينا يا فندم. اهلا 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 استاذتنا الجميله، والله دايما منورانا دايما، ربنا يحفظك ويخليك لينا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه جديده تكون سنه بقى حلوه علينا، عشان السنه يا رب. اللهم امين. دايما علينا وعليك يا فندم. قوي قوي سنه صعبه قوي في كل حاجه، يعني منورانا يا جميله. معانا جميله دينا عبد الله. قولي لي بقى، هل جربتي يعني وصفه من وصفات الدكتور وكده ولا؟ انا عايزه اسمع دلوقتي. انتوا لسه قبل ما تعملوا لي المداخله كان لسه دكتور محمد هيقول وصفه كويسه للوجه. بصراحه انا مستنيه اسمعها الحقيقه. طيب خليكي معايا بقى، خليكي معايا على الهوا، وانا هطلع حالا اعملها. معاك على الهوا. انا هعملها قدام منك حالا. هي وصفه سحريه لعلاج حب الشباب. طب قولي لنا، طيب يعني هل جربتي وصفه؟ للاسف انا التلفزيون مش قدامي، انا مش جنبي التلفزيون، فانا بسمعكم بس. طب احنا هنشوف لحضرتك ونقول لك يعني. طب قولي لنا يا استاذه دينا، هل جربتي وصفه من وصفات الدكتور وجابت معاكي نتيجه كويسه؟ دكتور محمد الحقيقه هو انسان صديق الاول. ربنا يخليك. هو انسان ربنا حباب شويه حاجات مهمه، موهبه. الحمد لله. وهو نمى الموهبه بالدراسه وبالعلم فالحقيقه يعني بدات صداقه، ثم الاستفاده بقى بمعلوماته الهايله فمنتجاته الجميله. يعني مره بقول لدكتور محمد انا بنام قليل قوي وبسبب ظروف الحياه وكده، فالحقيقه عمل لي وصفه من العسل وبعض المكونات السريه النباتيه الطبيعيه الجميله اللي ادتني باور، خلتني بقيت اقدر اقوم حتى لو نايمه فتره قليله، بقدر اقوم يبقى عندي باور يعني الحقيقه. ان شاء الله عليك يا دكتور. بديك على الوصفه دي شهاده اعتز بيها، ربنا يخليك ليا. ما تحرمش برضه المتفرجين والمشاهدين لوصفاتك الحلوه دي. ربنا يخليك يا رب، دي شهاده للدكتوره. احنا كتير الحقيقه، احنا هنستاذن حضرتك يعمل الوصفه دلوقتي وحضرتك متابعه معانا يعني. خلاص. وانا معاك على التليفون. احنا هنحكي لك، احنا هنشوف ونقول لك. وحضرتك معانا على التليفون. شكرا ليكي، شكرا ليكي جدا يا فندم. بشكركم جدا وبالتوفيق يا دكتور محمد. بشكرك جدا، بشكرك جدا استاذه دينا، ربنا يخليكي لينا يا رب. وان شاء الله كده تكون بسببك الكورونا دي نخلص منها خالص ان شاء الله، وتكون يعني سبب لاننا نلاقي حاجه طبيعيه، لان تعبنا من الادويه والادويه ليها دايما يعني سايد افكت، لكن دايما الحاجات الطبيعيه من وقت الرسول عليه الصلاه والسلام عليها والنسب البديل ده مهم جدا، بس ازاي يتاخد بنسبه معينه بالظبط معينه، دي بقى دكتور محمد اللي هيقولها لنا. ان شاء الله. مع دكتور محمد كتير. بشكركم جدا على المداخله. ميرسي ليكي. شكرا استاذه دينا. شكرا يا شكرا، شهاده اعتز بيها من الاخت الغاليه الاستاذه دينا. متشكر جدا ليكي. طبعا هي طبعا من اكثر الفنانات على مستوى الوطن العربي الاستاذه دينا عبد الله، ومن الناس المعروفه بره مصر اكثر من مصر كمان، ومن المحبين جدا للاستاذه دينا عبد الله. هي جميله بصراحه. طبعا اتفضل يا دكتور اعمل ورينا بقى الوصفه اللي هتبهر الناس كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هي الوصفه يا جماعه دي، اي حد بيعاني من مشاكل البشره لازم يهتم بالكلام ده. ايه هي مشاكل البشره اللي بتبقى دايما موجوده خصوصا في فصل الشتاء؟ جفاف البشره، النمش، الكلف، الهالات السمراء اللي تحت العين، نسبه الكولاجين اللي بتقل من سن 19 سنه فبيحصل تجاعيد للبشره. كل الحاجات دي
اي حد عنده مشكله من المشاكل اللي انا بتكلم عليها ديت يا ريت يتابع الوصفه دي. حاجه بسيطه جدا، انا عامل لكم الوصفه دي هديه بصراحه. المكونات بتاعتنا، بس قبل اقطعك معلش انا عايز اقول لك جربت حاجات كتير قوي للهالات السوداء دي للكريمات وحاجات كده، ما كانش في اي حاجه بتجيب نتيجه، فان شاء الله الوصفه دي يعني تجيب مفعول يعني ان شاء الله. طيب اولا الوصفه عباره عن خل تفاح، بنحط الخل، انا يا جماعه عامل لكم الوصفه دي مباشر يعني عشان كلكم تتعلموها. بنحط خل التفاح بالشكل ده بالنسبه دي، وبعد كده بنجيب زيت السمسم بنحطه بالكميه القليله دي، نص فنجان تقريبا. ممكن بس نقول المعايير للمشاهدين عشان طيب. يعني مثلا هنقول فنجان خل تفاح، نص فنجان سمسم، نص فنجان لوز مر. يبقى نص فنجان خل تفاح، نص فنجان زيت سمسم، نص فنجان زيت مر، نص فنجان حبه البركه اكل حاجه، بالاضافه الى نص فنجان يعني كله نص، كله نص حبه ما عدا فنجان واحد من خل التفاح. تمام، اول حاجه فنجان والباقي نص بالظبط. تمام. الخلطه دي يا جماعه مجموعه زيوت عاديه خالص، مجموعه الزيوت دي زي ان انا احولها كريم يتجانس معايا بشكل جميل بحيث ان انا اقدر استخدمها وكل الناس في اي مكان يقدروا ان هم يستخدموها بشكل جميل جدا. مجموعه الزيوت ديت حضرتك كنت بتتكلمي معايا حالا عن الهالات السمراء اللي تحت العين. الهالات السمراء اللي تحت العين لها سببين، لها سبب عضوي ان حضرتك ممكن يكون في مشكله عضويه عندنا زي الديدان، زي جرثومه المعده، زي الميكروب الحلزوني، زي ضعف عام في جهاز المناعه، ده اسمه سبب عضوي. السبب الثاني ممكن يكون حضرتك النوم عندك قليل، نسبه الكافيين عندك عاليه، بتشرب شاي وقهوه وحاجات كتير زي كده. كل الحاجات دي يبقى لازم رقم واحد اخد حاجه تقوي جهاز المناعه، ممكن اخد الثوم على الريق، ثلاث فصوص ثوم متقطعين الصبح على الريق، ممكن اخد تنايه مع زيت زيتون، بحط التين في زيت الزيتون وبعد كده باخد التنايه ديت، ممكن ان انا استخدم تفاحيه الصبح على الريق، ممكن دي هتعالج مشكله ما لو حاجه عضويه لازم اخد ده، ممكن اخد ثلاث تمرات الصبح على الريق، ممكن اخد معلقه عسل على نص كوبايه ميه الصبح على الريق. كل الحاجات دي احنا بنقول عليها مقوى عام لجهاز المناعه. ده بالنسبه للسبب العضوي، لكن بالنسبه للسبب الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو النوم القليل، لازم اخد نوم كويس، لازم ان انا اقلل من شرب الكافيين كتير زي القهوه، الشاي، النسكافيه، كل الحاجات ديت لازم ان انا اقلل منها بقدر المستطاع. في نفس الوقت لازم استخدم منتج زي اللي احنا بنعمله ده. المنتج ده دلوقتي هي مجموعه زيوت عاديه خالص انا بعمله قدام كل الناس اهوت. المنتج ده حالا هيتحول من مجموعه زيوت لكريم، يعني انا ممكن اصحى الصبح طبعا طبعا المنتج ده انا عامله اي حد بيعاني من كل المشاكل اللي انا قلت عليها، الشعر الزايد اللي موجود في البشره بسبب هرمونات معينه، الهالات السمراء اللي تحت العين، التجاعيد بنسبه عاليه، مشاكل النمش والكلف، حتى كمان ممكن استخدم نفس المجموعه اللي انا بتكلم عليها ديت للناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الصدفيه، دي كويسه جدا هتفيدهم خالص لان بتعمل عمليه ترطيب، لان مريض الصدفيه دايما بيكون عنده مشاكل جفاف الجلد والكلام ده. كل الموضوع ان انا بس برج ده لمده معينه وليكن دقيقتين ثلاثه، كل ما ارج فيه انا عايزه بس اعلق على حاجه، انت قلت الشعر الزايد بيبقى عند بعض الناس يعني ده بيقلل نمو الشعر؟ ده بيقلل نمو الشعر خصوصا لو انا استخدمت قبل منه الترمس المطحون. الترمس المطحون دوت لو انا حطيته على ميه بدون اي اضافات وسبته على البشره لمده ساعه بيعمل عمليه شد للبشره بطريقه غريبه، وفي نفس الوقت بيشيل كل المشاكل او الشوائب اللي موجوده في البشره، حتى كمان بيشيل اثر حب الشباب اذا كان في حب شباب قبل كده او خلافه. وكمان بده انا اقدر استغنى عن كل مستحضرات التجميل اللي هي النهارده مستجده اللي احنا النهارده كلنا بنعملها بتاثر على البشره. كل الحاجات دي يا جماعه نقدر نعملها في حاجه بسيطه زي كده، حاجه بسيطه جدا جدا اي حد يقدر يعملها. زيت لوز مور، زيت سمسم، خل تفاح، حبه البركه، نص معلقه من كله وما عدا خل التفاح، نص فنجان، كل حاجه نص فنجان، خل تفاح فنجان كامل، خل تفاح فنجان كامل. تمام. طبعا كل حاجه من الحاجات دي اصل لها فوائد كثيره جدا، يعني مثلا لما نيجي نتكلم على خل التفاح، الخل ده يا جماعه بصوا عاوز اقول لكم ان افضل حاجه للجلد بشكل كامل هو الخل، حتى المشاكل قشره الشعر هو الخل، انت واخده بال سيادتك؟ فالخل مفيد جدا للجسم ككل، حتى لما باجي اشرب الخل مفيد جدا للاوعيه الدمويه ومشاكل الكوليسترول الضار ومشاكل الضغط المرتفع ومشاكل السكر. اي خل يا فندم ولا خل التفاح؟ يفضل خل التفاح. تمام، واخد بال سيادتك؟ ده بالنسبه للخل، لكن لو مفيش خل تفاح اي نوع خل عادي خلاص مفيش اي مشكله. تمام. خلي بالك بدا معانا الزيت زي ما انتم شايفين كده يتماسك. طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين بدا يتماسك جدا بالشكل ده.
طبعا كل ما انا برجه كده بالظبط بيعمل عمليه تجانس. طبعا هكمل لك موضوع زيت السمسم، بلاش زيت الزيتون على البشره عشان خاطر الشمس والحراره ممكن يغمق البشره بنسبه عاليه. السمسم يرطب البشره بنسبه عاليه جدا، وفي نفس الوقت بيفتح البشره بنسبه عاليه جدا. مفيد جدا كمان السمسم لو انا استخدمته للبلغم عشان خاطر فيروس كورونا روعه. مفيد جدا ككالسيوم، معلقه سمسم واحده ثلاث كوبايات لبن يوميا. يعني لو اخدت معلقه سمسم يوميا على اي مشروب، لا بلاش لبن، ده بيديكي مقدار ثلاث كوبايات لبن يوميا اللي هو السمسم عشان الكالسيوم بالظبط كده. انت واخد بال حضرتك؟ طبعا السمسم كمان بندخله في كل المستحضرات الخاصه بالجلد بشكل كامل. السمسم بنستخدمه كمان في مشاكل الشعر زي التساقط او تتقيل الشعر بشكل عام. السمسم من الحاجات الجميله جدا. اللوز ده افضل حاجه فيه ان هو بيقضي على كل الهالات السمر اللي تحت العين في حاله ان احنا ما عندناش حاجه عضويه. طب ده اللوز الحلو ولا فيه فرق؟ اللوز الحلو واللوز المر. خلينا نتكلم عن المر شويه، انا مختلف مع بعض الزمايل في بعض الحاجات، بس خلينا نتكلم في ان ده يكون اللوز المر. انا مش عاوز الحلو، عاوزه المر. وخلي الحلو ده استخدامه للبشره للشعر، انا اسف. تمام. اخر حاجه طبعا حبه البركه، الرسول عليه السلام قال فيه شفاء للناس من كل ده الا السام. فبالتالي انا لو استخدمت حبه البركه دي في كل حاجه في جسمي خارجيا او داخليا فهي مفيده جدا. لو انا استخدمته داخليا طبعا مقوي عام، منشط للدوره الدمويه، مقوي للاعصاب، مفيد جدا للناس اللي هم بيعانوا من مشاكل سيوله الدم او الجلطات او مشاكل الاوعيه الدمويه بشكل كامل، مفيد جدا للجلد بشكل عام، مفيد جدا للشعر لو استخدمته، مفيد جدا لمشاكل اللثه والسنان والحاجات دي كلها. طبعا حبه البركه ده يا جماعه ليه افادات، انا عملت في حلقات حبه البركه ده، انت واخده بال سيادتك؟ طبعا ده بالنسبه لحبه البركه زي ما حضرتك شايفه كده تقريبا هو كده بقى بدا يتحول لكريم فعلا كده. احنا يعني مثلا لما نيجي نتحول لجيلي نشوف بقى كده بعد اذنكم كاميرا هنا. بصوا يا جماعه كده اهو، كل ما هنرج كل ما الكثافه هتزيد كده بقى كريم خالص اهو زي ما حضراتكم شايفين. تمام زي ما حضراتكم شايفين اهوت، يعني معانا كريم بيغني عن المنتجات التجميليه. طبعا هو كان مجموعه زيوت بقى دلوقتي كريم اهو زي ما حضراتكم شايفين اهوت، يعني سعر بسيط جدا وما بتجيبش نتيجه بالظبط. طبعا انا لو استخدمت ده كده عشان برضك تبقى انتوا شايفين عادي جدا، حاجه بسيطه خالص ممكن استخدمه بالشكل ده، احطه على ايدي وعمله كده خالص مفيش اي حاجه وعمله كده. طب ده استخدمه كم مره مثلا في اليوم؟ او ممكن استخدمه مره واحده اول ما اصحى من النوم او قبل ما انام. مش هتستخدمه مره واحده بس؟ مره واحده بس. انا استخدمه بالشكل ده، مش هتاخدها لوحدها لانها بتسبق وتقول لك تستخدمه ازاي. استخدمه بالشكل ده، طبعا هو بيدي بريق للبشره بدون اي يعني دهون او اي حاجه خالص، ما بيبقاش اي حاجه بالظبط، وفي نفس الوقت بيشيل كل الشوائب. انا شايف البشره شربته على طول عند حضرتك. يعني الكريمات التانيه بياخد مسافه تدريج. طبعا ده كريم طبيعي انا اقدر اعمله. طبعا احنا عندنا بقى في النباتات الطبيه زي ما حضرتك اتكلمت في البدايه، احنا بنستخلص كل حاجه من النباتات الطبيه. تطوير العقاقير اصلا هو من النباتات الطبيه، اصلا ما فيش حاجه اسمها طب بديل، لان الطب هو واحد، ولكن تطور مع تطور الزمان والازمنه والقرون، الطب تطور من حاجه معينه لمكنات حديثه للغلافات لتكوين حاجات معينه عبوات معينه، هو تطوير في الطب، ولكن هو الاصل موجود. ايه هو الاصل؟ النباتات، النباتات هي اصل كل الدواء، كل حاجه، كل الفرق ان احنا بناخد الحاجه دي اورجانيك بنستخدمها بنستخلص منها كل الزيوت الطبيه. الزيوت دي مثلا ممكن نعمل منها كريمات للبشره، نعمل منها كريمات للشعر، ممكن نعمل منها كريمات للجلد. على فكره ده كمان بيفتح المناطق الغامقه اللي موجوده في الجسم بشكل عام. كمان ممكن العروسه تستخدمه كجلد بشكل يعني كحمام كامل للجسم بالكامل، والنتيجه بتبدا تظهر من اول استخدام على طول. اول استخدام بقى بيبان معايا ايه؟ كبريق، كترطيب للبشره، كتحس ان انت يعني البشره بتاعتك شبعانه، مش محتاجه حاجه، مش محتاجه اي ميك اب، مش محتاجه اي مستحضرات. حضرتك قربت الكاميرا ليا مش هتلاقي اي مفيش اي اثار يعني اي حاجه بشره يعني تعالى كده ناخد هنا كده. بص حضرتك مفيش حاجه، مفيش اي حاجه يعني هنا لما نيجي نعمل كده مفيش اي حاجه ابدا، ده حاجه طبيعيه جدا. طبعا من ضمن كمان الحاجات اللي احنا بنستخدمها بنستخلص من النباتات الطبيه، ممكن نعمل كريم للبواسير، ممكن نعمل زيوت لمشاكل الفقرات بشكل عام، مشاكل الخشونه، مشاكل الانزلاق الغضروفي، بنعمل مجموعات زيوت بتنشط الدوره الدمويه في الجسم، بتنشط كل حاجه، بتعمل عمليه تليين للمفصل، بنعمل مجموعات زيوت ممكن تكون مضادات للالتهابات، مضادات للاكسده، مسكن عام. طيب كل الحاجات دي بنستخلصه من الزيوت. احنا بعد اذن حضرتك مشاهدين كتير قوي بيتصلوا
وكلهم بيسألوا عن تركيبة لسقوط الشعر، فإحنا عايزين حضرتك دلوقتي تعمل لنا يعني توصف لنا وصفة لعملية تساقط الشعر، لأن كتير قوي إحنا مش قادرين ندخلهم من كتر الناس وعايزين نستفيد من حضرتك، فياريت تعمل لنا تركيبة لسقوط الشعر دلوقتي. طيب. أو مش لازم المكونات، مش مع حضرتك. طيب. تدينا المقادير وتدينا الوصفة بالظبط. طيب يعملوها. هو أول حاجة عشان خطر أشوف مشاكل تساقط الشعر لازم أولا أعرف حاجة واحدة، هل تساقط الشعر ده عامل طبيعي ولا هو يعني بسبب مثلا مشاكل الضعف العام ولا بسبب مشاكل ان ده عامل وراثي في جسمي؟ لو هو عامل وراثي هيبقى الموضوع بالنسبه لنا صعب عشان عاوزين تنشيط وحاجات كتير وفي الغالب ما بنوصلش لحاجه فيه عشان اكون صادق معاك. ولكن لو هو بسبب حاله نفسيه او سبب ان هو ضعف عام عنده، وارد ان تساقط الشعر بيكون نقص فيتامينات ومعادن في الجسم، فطبعا لازم اهتم بالفيتامينات وبالمعادن ولازم اهتم بتقويه الجسم بشكل عام واهتم بكل العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها داخليا. وبعد كده بقى ابتدي افكر في الشعر. اولا تساقط الشعر في قشره ولا ما فيش قشره؟ يبقى قبل ما ابص على تساقط الشعر لازم اعرف لو في قشره شعر لازم الاول انهي على قشره الشعر، لان طول ما في قشره شعر ما فيش حاجه هتمنع تساقط الشعر، لان في عازل ما بين البصيله والشعره، فلازم اولا انهي تماما على كل مشاكل الخاصه بقشره الشعر. بعد ما انهي على قشره الشعر هدخل على التساقط. ايه بقى الزيوت اللي انا بستخدمها للتساقط؟ اولا بنسب متساويه هناخد نص فنجان بنفس المقادير اللي انا هتكلم عليها ديت ونعملها لتساقط الشعر. هنجيب حاجه اسمها زيت خروع، هنجيب حاجه اسمها زيت نخاع، زيت جرجير، زيت فجل. اربع حاجات: خروع، نخاع، جرجير، فجل. نص فنجان من كل حاجة، وياريت يكون الحاجات دي بتيجي من حد أمين بحيث ان هي تكون طبيعية مش مضاف عليها أي حاجة، لأن ده بيفرق معانا كتير جدا. وببتدي ان انا استخدم ده يوميا صباحا، أبل الشعر بلل بسيط خالص وبعد كده باخد حاجة بسيطة جدا واستخدمها على الشعر لمدة 15 بنسب متساوية 15 يوم بالظبط، أو من بعد أول أسبوع، من بعد أول 10 أيام لغاية 15 يوم تماما ما بيكونش فيه أي مشاكل خاصة بتساقط الشعر، خصوصا إن أنا لازم آخد الحاجات اللي أنا قلت لسيادتك عليها، إذا كان من مكملات غذائية أو من عناصر مفقودة في الجسم أو من أي حاجة خاصة مثلا بالمشاكل الحالة النفسية أو الاكتئاب أو التوتر أو الكلام ده، لأن مشاكل الحالة النفسية بشكل عام وارتفاع نسبة الأندرلين وان نسبه الاندرفين عندنا في جسمنا بتقل بتعمل مشاكل بشكل عام في الجسم بالكامل، الارق والاكتئاب والحزن وكل المشاكل دي ممكن تكون هي السبب الرئيسي لكل الامراض. اروح للدكتور عندي مشاكل قولون، انا ما عنديش قولون، انا مش عارف يديني ايه، فانا كل الاعراض موجوده بس ما فيش حاجه طبيه موجوده. الحاجه الطبيه اللي موجوده في الموضوع هي الحاله النفسيه، الحاله النفسيه بتشكل خطوره على الجسم بالكامل حتى ان هي ممكن تسبب لك موت مفاجئ للجسم بشكل لازم كلنا ان احنا طبعا احنا بننصحهم ان هم ياخدوا بالهم من صحتهم، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني كريم بينا ان احنا موجودين، والنعم اللي مدهلنا كتيره جدا، فلازم ان احنا نحافظ عليها ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل حال، ونخفض من نسبه الاندرالين، لان طول ما نسبه الاندرالين عندي مرفوعه القلب الدم فيه شغال، ممكن يحصل لي لا قدر الله ضيق في الشريان او يحصل لي مشاكل خاصه بالاوعيه الدمويه. واحيانا مشاكل الاوعيه الدمويه بتبتدي بنغز في نص الصدر او ببدايه تورمات في الجسم بشكل كامل من اول رجلك لغايه دراعك من فوق او اي حاجه زي كده، فلازم اخد بالي من الكلام ده كله. في زيوت او في حاجه ممكن تساعد على الاسترخاء او تقلل نسبه ما احنا قلنا سيادتك في بدايه الامر احنا حتى بنستخدم من مشتقات النباتات الطبيه او مستخلصات النباتات الطبيه الزيوت الطبيه او الزيوت العطريه. الزيوت العطريه ديت وظيفتها في التدليك والمساج جميله جدا، وظيفتها ان هي بتعمل عمليه استرخاء لكل الاعضاء اللي موجوده في الجسم بالكامل، وفي نفس الوقت بتنشط عند جهاز المناعه وبتقوي جهاز المناعه. زي مثلا زيت اللافندر، زي مثلا ممكن نجيب زيت النعناع، زيت اللافندر، زيت القرنفل، زيت الزعتر، كل الزيوت الجميله دي، القرفه والكافور ممتازين جدا كزيوت مساج. كل الزيوت الجميله ديت احنا بنستخلصها من النباتات بتاعتنا، وفي نفس الوقت بنشتغل عليها بتوصل لتيار الدم صوره سريعه، في نفس الوقت بتعمل لك عمليه تنشيط عام وحيويه بشكل كامل، خصوصا كمان لو انا استخدمت جلسه زي جلسات الابر الصينيه او اي حاجه زي كده، ان انا ازود من الطاقه بتاعتي بحيث ان انا لو ضعيف او في اي حاجه او كده الاقي نفسي بقى في نشاط وبقى في حيويه وبقى الموضوع بالنسبه لي كويس.
ازاي اعالج القولون اللي بيعاني منه يعني حوالي 90% من الشعب المصري؟ مشاكل القولون كتيره جدا، ممكن اقول مشاكل القولون في الجسم تمثل 90% من الاعراض اللي موجوده، يعني الصداع ممكن يكون سبب القولون، مشاكل الفم والسنان ممكن يكون سببها القولون، مشاكل ارتجاع المريء والصدر ممكن يكون سببها القولون، مشاكل المعده يكون سببها القولون، انتفاخات والتقلصات مشاكل القولون، الامساك مشاكل القولون، الاسهال مشاكل القولون. طب عايزين وصفه مشاكل العمود، مشاكل العمود الفقري ممكن يكون سببها القولون. كل المشاكل دي بترتبط في حاجتين، يا إما مشاكل القولون بنسبة 50% حالة نفسية، يا إما مشاكل سوء تغذية. يبقى أنا هنا لازم أحسن من الغذاء بتاعي، أبعد تماما عن كل الأكلات اللي أنا هقول عليها، المواد السوقية اللي هي الأكلات السوقية بشكل عام، المواد الحافظة بشكل عام، الألوان الطبيعية أو الألوان الصناعية، لازم ابعد عن القهوه والشاي بقدر المستطاع، لازم ابعد عن الجرجير، لازم ابعد عن الجرجير لان ده بيعمل حمو عندي، وانا اختلف مع بعض الدكاتره برضك في موضوع الجرجير. الالبان ومشتقات الالبان ما عدا، خلي بالك من النقطه دي عشان احنا عملنا فيها حلقات قبل كده، الالبان ومشتقات الالبان يا جماعه مش كل الناس بتهضم سكر اللبن، انزيم اللبن وسكر اللبن مش كل الناس بتهضمه، عندنا من 70 ل 90% ناس ما بتهضموش، فبيعمل مشاكل كبيره جدا. الخلطه اللي ممكن تستخدمها للقولون، ممكن نستخدم حاجه اسمها زهره بابونج، نعناع وقرنفل وزعتر. زهره بابونج، نعناع، قرنفل، زعتر بنسب متساويه. طب هنكمل بقيه الوصفه بعد الفاصل، ونستاذن حضرتك يا دكتور ونطلع فاصل ونرجع لسعادتك تاني. ورجعنا لحضرتكم تاني مع الدكتور محمد الفايد اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة، ووصفاته الجميلة السحرية اللي فعلا ثبتت، يعني ثبتت ان هي علاج فعلا لكثير من الحاجات، وعالج كثير من المشاهير وكثير من الناس اللي يعني من صفوة المجتمع، فهي وصفات مجربة وآمنة جدا وكلها نباتات طبية عطرية. واحنا دلوقتي يا مروه معانا موضوع مهم جدا اللي بيشغل العالم كله، فعايز حضرتك يعني انا كنت حابه اسال حضرتك يا دكتور، هل في مثلا حاجه معينه، طعام معين او حاجه اشربها بتقي من فيروس كورونا ده، او كمان ممكن تقوي المناعه؟ وكبار السن هل في لايف ستايل خصوصا عشان دول اكتر ناس ممكن يعني معرضين للاصابه بالفيروس، فهل في لايف ستايل معين يتبعوه عشان برضو يقوا نفسهم من الفيروس؟ طيب هو الموضوع ده موضوع مهم جدا. بصوا يا جماعه، فيروس كورونا الموضوع ده شغل العالم كله، طبعا احنا حتى الان ما فيش علاج اثبت حتى الان لفيروس كورونا، ولكن هو ازاي ان انا اقي نفسي من فيروس كورونا ده مهم جدا. اولا الحاجه الوحيده اللي انا ما اقلقش منها ان فيروس كورونا ما بتنقلش عن طريق الهواء، بتنقل عن طريق المعادن او اي حاجه، او عن طريق الرذاذ اللي بيخرج من الفم، فدي لازم اخد بالي منها. فلذلك هم في منظمه الصحه العالميه نصحوا بالكمامات او بالاعتبارات او الاحترازات اللي احنا ممكن نشتغل عليها. الكمامات مهمه جدا، غسيل الايدي مهم جدا، احنا عندنا كمسلمين الصلاه بالنسبه لنا في الخمس فروض مهم جدا، كل الحاجات دي مهمة جدا. طيب مين اللي احنا نخاف عليه من فيروس كورونا؟ اللي نخاف عليه من فيروس كورونا الطفل الصغير، الحامل، المرضعة، كبار السن. فلذلك في حاجة اسمها مكملات غذائية، هم دول المفروض ان هم يستخدموا المكملات الغذائية. المكملات الغذائية مش اي حد يستخدمها. ليه انا بستخدم المكملات الغذائية؟ بستخدم المكملات الغذائية عشان عندي نقص في الفيتامينات او في المعادن اللي موجوده في الوجبه الغذائيه، فبالتالي الفرد اللي بيتغذى ما بياخدش المكمل بتاعه كامل. فانا عشان خاطر اخد المكمل بتاعي كامل لازم اكمله من بره، لازم اجيب مكملات غذائيه من بره. المكملات دي فيها فيتامينات، فيها معادن، فيها احماض دهنيه، فيها احماض امينيه. عندنا المكملات عباره عن اعشاب ونباتات طبيه، عندنا فيتامينات ومعادن، عندنا اوميجا 3، عندنا مكملات للرياضيين. كل المكملات اللي احنا بنتكلم عليها ديت هم الفئات اللي انا اتكلمت عليها، هم دول بس اللي يستخدموا المكملات. طب اخدها ازاي؟ طبعا عن طريق حاجه، انا مثلا النهارده طبيعية. افضل ما يكون ان انا طبعا زي ما قلت حضرتك فرقت لك ما بين الاربع مكملات، فيتامينات ومعادن دي حاجات عقاقير ممكن استخدمها. ممكن استخدم الاحماض الدهنيه زي الاوميجا 3 ممكن اجيبها، او زيت كبد الحوت مهم جدا. ممكن استخدم المكملات اللي هي العشبيه، اي نباتات طبي عشبي. الاوميجا 3 دي موجوده في الاسماك مثلا؟ طبعا موجوده في الاسماك بشكل كبير جدا، وفي بالنسبه للي هم بيسموها البندق والجوز واللوز
الحاجات دي فيها اوميجا 3 دي احنا بقى احنا بنتكلم عليها في الفيتامينات والمعادن دي كلها مكملات طبيعيه جميله جدا المفروض ان احنا بنستخدمها، ولكن هنا المكملات بتختلف ما بين شخص للتاني مين اللي يستخدم اكتر. احنا عندنا المفروض الوجبه الغذائيه تكون عباره عن بروتين كربوهيدرات دهون املاح فيتامينات، دي الوجبه بشكل كامل. اذا اي حد خد الوجبه غير كده ناقصه يبقى في مشاكل. فلذلك انا بهتم قوي بالخضروات، اهتم قوي بفصل الشتاء دوت بالعدس والسبانخ والمواد الورق الاخضر بشكل كامل. لازم اهتم برضك بكل الحاجات زي ما حضرتك قلت، اللوز عن الجمل البندق الكاجو الكلام ده كله. لازم اهتم بالاحماض الدهنيه والاحماض الامينيه بشكل عام. طب ولازم في وصفه سريعا كده عشان الوقت يداهمنا. طيب انا البصل 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 والثوم، البصل والثوم والكركم ما يخرجوش من كل بيت مصري، هم دول اهم حاجه، دول اللي بيقوي جهاز المناعه، دول اللي بينشطوا الدوره الدمويه في الجسم، دول اللي بيساعدوا على تنشيط حتى جهاز المناعه لو هو ضعيف. البصل والثوم اشتغل عليهم بشكل عام، ممكن اخد 3 فصوص ثوم الصبح على الريق متقطعين، ممكن اقطع بصله واحطها في بعض الغرف اللي عندي بحيث ان هي بتاخد الفيروسات بشكل عام. انا عندي 4 حاجات لو انا اهتميت بيها مش هيحصل لها اي مشاكل، وهي مسببات الامراض. ان انا لو اهتميت بالغذاء بتاعي ولا هيحصل عندي وجود بكتيريا ولا هيحصل عندي وجود فطريات او طفيلات او فيروسات، ده مهم جدا. طيب احنا هنشكر حضرتك، هو الموضوع هام جدا، وانا بنشكر حضرتك في نهاية حلقتنا لضيق الوقت، وان شاء الله ندي لحضرتك حلقات جديدة لأهمية المعلومات اللي حضرتك بتقولها. واستنونا ان شاء الله الاسبوع القادم مع برنامجكم 50 دقيقة، وان شاء الله هتكون الحلقة القادمة عن مارينا ومشاكل مارينا، وهيكون معنا ضيوف كبار جدا، فاستنونا. وبشكرك يا مروة. شكرا لك يا اسلام، واستنونا يوم الجمعة الجاية الساعة 4 في نفس التوقيت ده. وشكرا ليك يا دكتور في النهاية. شكرا يا دكتور، شرفتنا. الحلقة الجاية إن شاء الله. ميرسي ليكم.